عشدا للدستور يبهر العالم ويوقع الرعب في قلوب الإرهابيين. اخرجوا جميعا أيها الشعب المصري لصناديق الاستفتاء لنري العالم كله شرقه وغربه، ولنري من أراد أن تسيل دماء أبناء مصر على أرض مصر، ولنري من في قلبه ذلك الحقد الأسود الأعمى، لنريهم من هم المصريون، لنريهم من هم المصريون. عدنا إليكم مرة أخرى مشاهدينا، ومعانا دلوقتي تقرير بيقول إن مؤخرا وقعت غرفة تجارة جدة والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وقعوا بروتوكول تعاون بيتيح التعاون بين المستثمرين المصريين والسعوديين، وده طبعا لزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين. تعالوا نشوف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع في تقريرنا اللي جاي، ونعود مرة أخرى مشاهدينا ابقوا معنا. تدعيما للاستثمار المصري الخليجي ولمزيد من دعم التجارة البينية بين الجانبين، تم توقيع بروتوكول بين الغرفة التجارية الصناعية بجدة بحضور رئيسها سعادة الشيخ صالح كامل وبين الاتحاد العام للغرف التجارية بمصر بحضور كل من وزير التجارة ووزير الاستثمار وسط كوكبة من رجال الاقتصاد في مصر. الفكرة كما عرضت وكما عرضها الشيخ صالح كامل هو أن يتلو هذا المؤتمر، المؤتمر الاستثماري في جدة، مؤتمر آخر في القاهرة، تكون الإجراءات اللازمة لإقامة المشروعات ولتأسيس الشركات قد أنهيت تماما، وذلك في خلال شهر ما بين المؤتمرين. فأنا عاوز أقول أنه علينا أيضا من الناحية الحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة المناخ ولتسهيل العمل الاستثماري والتجاري في مصر. أرجو الله أن تكون هذه الاتفاقية خير وبركة على البلدين، وأن تساهم في حل مشكلة البطالة في مصر أولا، وأن تساهم في ازدهار وتنمية الاقتصاد المصري. وقد وضعت معايير لاختيار المشروعات التي ستطرح في هذا الملتقى تؤدي بإذن الله إلى ما ذكرت. أعتقد إنه الطريقة العلمية العملية التي سيعد بها لهذا الأسبوع ستكون جديدة وفاعلة وتؤدي إلى نتائج عملية على أرض الواقع إن شاء الله. هو النهاردة ده الحقيقة بنشوف إحنا بقالنا أسبوعين زي ما قلت زخم كبير من اللقاءات وفي تكوينات جديدة بتتكون عشان يبقى في تجمعات تساعد على جذب استثمارات في المقام الأول وتنشيط العلاقات التجارية. السعودية هي الشريك الأول أو في مجال الاستثمار، هي المستثمر رقم واحد في الدول العربية وفي على مستوى دول العالم، في بعيدا عن قطاع البترول لأن قطاع البترول بيبقى في دول أخرى بتأتي في المقدمة، ولكن الحقيقة دي شراكة قديمة وشراكة استراتيجية كبيرة احنا مهتمين بيها وسعداء، وعندنا من خلال البروتوكول اتوقع النهاردة هيبقى في مؤتمر هيعقد إن شاء الله في السعودية وآخر هيعقد في القاهرة لتوطيد العلاقات سواء في مجال الاستثمار أو التجارة بينه. أكد القائمون على توقيع هذه الاتفاقية على ضرورة تفعيلها على أرض الواقع، فلم تنحصر في الإطار النظري فحسب،
بل ستترجم في إعداد مشروعات استثمارية الاقتصاد المصري في حاجة إليها. حنان راضي، قناة دريم. شكرا للزميلة حنان راضي على هذا التقرير. مشاهدينا بعد الفاصل هيكون معنا فقرتنا الرئيسية لهذا اليوم، فقرة أحوال الناس ومتى تخرج أبحاث علمائنا إلى النور. ابقوا معنا.